السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة مع أخوكم مجدي البلاوي، وهنتكلم عن قضية الزوج والزوجة محمد الهادي وتغريد، وهنشرح ونوضح لحضراتكم آخر الإحداثيات في القضية، لأن القضية في الفترة اللي فاتت كلها كوم، وفي الفترة الجاية كوم تاني يا سادة. إحنا عارفين إن أغلب القنوات أو أغلب المنصات لما بيتناولوا قضية محمد الهادي وتغريد بيتناولوها النهاردة عن طريق البثات اللي يمكن تتخطى الساعات 3-4 ساعات، وانا مقدر يمكن صبر حضراتكم، وعلشان كده بنحاول ان احنا نقدم موجز بسيط للاحداث اللي بتتم على السوشيال ميديا. النهاردة القضية زي ما بقول لحضراتكم ان القضية خدت شكل جديد. القضية النهاردة من خلال منصات اليوتيوب النهاردة بيسلطوا الضوء للقضاء المصري او بينصبوا القضاء المصري على منصات اليوتيوب، ما يعرفوش ان القضاء ده ليه محاكم سواء مختلفة، محاكم اسرة، محاكم استئناف، محاكم نقد، محاكم جنايات. لا، النهاردة تم تسليم الراية، يعني زي ما احنا ابتدينا القضية مع بعضنا، يمكن تنحى المستشار عماد عبد الحليم، الأستاذة هند النادي، صلاح الشربيني، وآخر تنحي كان لسبانخ اللي احنا بنقول عليه محامي المتهمة. يعني ايه؟ الناس دي تبين لها الحق أو تقصوا الحقيقة، فعلشان كده عماد عبد الحليم في بداية القضية تنحى عن القضية لما حط العقدة في المنشار لتغريد وأبوها، وقال التحليل الاسترشادي هو الدليل اللي هيخليني أكمل معاكم القضية. فضلوا يلوعوه وتنحى المستشار عماد عبد الحليم، وكان نفس المطلب هند النادي لما قالت لتغريد ان الورقه اللي ادانتك هي نفس الورقه اللي هتبرئك، وتنحى واحد تلو الاخر. لكن محامي المتهمه الاخير تنحى بعد اقصاء القضيه، بعد اعترافه للمستشار اكرم سلام من خلال الفيديو اللي هو 27 دقيقه اللي احنا اطلقنا عليه الكاميرا الخفية، واعترافه لمحمد محروس اللي هو شيخ الحارة، واعترافه لأكرم سلام ان الزوجة وقعت في المحظور. يعني القضية اسدل عنها الستار في قضية الزنا اللي احنا بنقول عليها المرجحة، لان لساننا بيعف من مشاهدة متابعينا واخواننا واخواتنا من هذه الالفاظ وهذه البذاءات، لكن تم الاسدال او الاقصاء عن قضية الزنا، واخد التغريد سنتين، لكن القضيه فيها طرف ثالث وهو منام. فاحنا طالعين النهارده علشان نوضح لحضراتكم ايه اللي بيتم وايه الجلسات المفروض انها تحكم فيها الايام القادمه. طبعا منام سلم نفسه يوم 20/6، وتم اخذ العينه بعد تسليمه طبعا من شهر واحد، وتم اخذ العينه يوم 20/6، يعني منعم حلل بالفعل، لكن كان محدد ليه جلسة يوم 29/6 الشهر الماضي، وهنا لم يتم ورود تقرير الطب الشرعي. يعني المفروض كان ليه جلسة وكانوا منتظرين مجيء أو ورود تقرير الطب الشرعي اللي هو بناء على أخذ العينة أو تحليل منهم في الطب الشرعي، لكن التحليل ما راحش أو ما استكملش الوقت الكافي بتاعه، وكان موجود في أوراق القضية يوم 29/6، لكن القضية اتأجلت 27/7، وده علشان ورود العينة أو ورود نتيجة التطابق من عدمها ما بين منعم وما بين تغريد وما بين الأخوات الأولاد، لأن المحكمة هنا أصدرت قرارها وألزمت المتهم بالتحليل، وهنا في عدم وجود تغريد والأولاد، فهنا هيتم تطابق التحليل اللي عمله محمد الهالي أكتر من سنة ونص أو سنتين مع تغريد والأولاد، فهنا هيتم تطابق التحليل مع عينة منعم يا سادة. يعني مش محتاجين حضور تغريد ولا الأولاد، وهنا يتم التطابق لأن المحكمة أصرت على هذا، أن يتم التطابق ما بين تحليل منعم اللي تم من قيمة 10-15 يوم والعينة اللي موجودة في الطب الشرعي. وللتوضيح العينة دي ما بتكونش مادة سائلة أو حاجة يا جماعة، لا، ده العينة دي بتكون تقارير مثبتة في دفاتر الطب الشرعي. يعني منهم هيتم تطابق العينة الحديثة بالعينة القديمة من خلال التقارير الريبورت اللي موجودة في الطب الشرعي من أكتر من سنتين اللي عملها محمد الهادي وتغريد والتلات أولاد. ده كان بخصوص جلسة منهم، فإن شاء الله يوم 27/7 إن شاء الله هيتم الفصل في القضية ويكون ورد تقرير الطب الشرعي. لكن هنتكلم عن الناحية التانية بقى، قضية إنكار النسب اللي كانت محددة يوم 25/6 لمحمد الهادي، نفس القصة يا سادة، اتأجلت
لأوائل شهر 8، وكان برضو لعدم ورود تقرير الطب الشرعي. اللي هو ايه تقرير الطب الشرعي؟ اللي هم الثلاث جلسات الأخرى، الثلاث جلسات اللي المحكمة حولت تغريد فيها بعد ما كنا منتظرين يوم 28/12/2021 الفصل في القضية، لكن المحكمة اعتباريا حولت القضية من جديد لمصلحة الطب الشرعي وحددت أول الجلسات كانت في شهر 4 اللي كان لو تفتكروا في شهر رمضان، وهنا كان في جلستين في شهر رمضان والجلسة الأخيرة في شهر 5 بعد رمضان، لكن كانت النتيجة لم تمثل المتهمة أمام مصلحة الطب الشرعي في الثلاث جلسات. الدفوع دي كلها موجودة، ويمكن حضراتكم عندكم دراية بالخلاف أو الوشاية أو اختلاف وجهات النظر اللي كانت متواجدة ما بين المستشار أكرم سلام ومحمد الهادي، اللي على إثرها ظهرت بكتيريا اليوتيوب. ما احنا عاوزين علشان نفهم الحدوتة والحكاية نجيبها من البداية. هنا لما اختلف المستشار أكرم سلام ومحمد الهادي اختلاف وجهات النظر، وسرعان هنا ما تم الصلح والتفاهم الوضع ما بين الاثنين، ظهرت الوشاية وظهرت بعض المنصات وظهرت بعض الناس اللي كانت مناصرة محمد الهادي في البداية، ولما تركوا القضية وكل واحد اتجه لمحتوى مختلف في قناته أو في منصته راجعوا تاني لكن ضد محمد الهادي. المبدأ لا يتجزأ، ان هنا الشخصية المفروض ما بتتغيرش، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ظهر وشايات ضد محمد الهادي اللي هي منتشرة على السوشيال ميديا اليومين دول، ان محمد الهادي ديوس، ان محمد الهادي ما كانش مش عارف ايه، ان محمد الهادي عقيم. دي كل الوشايات اللي طالعه دلوقتي زي ما احنا بنقول حروب باردة او حروب تكسير العظام لتشويه صورة محمد الهادي قدام الرأي العام. لكن النهاردة بيطالبوا محمد الهادي ان هو يحلل. مين اللي بيطالب؟ ما احناش عارفين. طب بيطالبوا عشان ايه؟ ما احناش عارفين. طب لو محمد الهادي حلل، التحاليل دي هتروح فين؟ ما احناش عارفين. طب ايه اللي هيثبت ان محمد الهادي عقيم او مش عقيم؟ ده هيفيد القضية من قريب او من بعيد؟ ما احناش عارفين. لكن هي وشاية، لكن هي حروب ضارمة ضد محمد الهادي لتشويه صورته او التشكيك في كلام او صدق او مظلمة محمد الهادي لمتابعينه للمصريين الحق اللي تعاطفوا ووقفوا وقفة رجالة زي ما احنا بنقول مع محمد الهادي منذ ولادة القضية. لكن في الأونة الأخيرة طلع علينا دكتور، وطلع علينا كمان الهنا ولا الهنا والسعد زوجة شيكو، وشيكو فص ملح وداب، ونفاجأ ان شيكو طلع تاني لعبة السلم والتعبان. لكن يمكن الوشايات دي والهيافات دي اللي طلع النهاردة على السوشيال ميديا لا تمد بصلة للقضية من قريب او من بعيد، لكن احنا بنتكلم ويمكن بنوضح للسادة الاخوة والاخوات القضية من بداية لنهايتها، وبنتكلم على كل حاجة وكل صغيرة وكبيرة في البثات اللي احنا بنعرضها، يعني يمكن يوميا الساعة 10 على نفس القناة بتوقيت القاهرة. لكن انا طلعت بس اوضح لحضراتكم ان الدكتور اللي هم طالعين بيه دوت وبيقولوا ان هو ليه ولد من صلب تغريد او في ولد من اولاد تغريد من صلب هذا الدكتور، دكتور اسمه سعيد، عيد ميلاد سعيد ولا عيد سعيد فطر مبارك عليكم، اضحى لخبطونا. هل الدكتور ده يا سادة، بس انا عايز اوضح نقطة صغيرة، هل الدكتور ده ملوش اهل، ملوش اب، ملوش ام، ملوش زوجة، ملوش اولاد؟ هو ما يعرفش ان هو متهم بصلب احد الاولاد من تغريد، وطالع عشان يقول انا فاكر ان محمد جاب تغريد شغالة عندي وكان على علم بيها واستلف فلوس وراح قطر. يعني الفيلم اتحول تمثيلية، يعني ايام سبارخ، ايام عماد عبد الحليم، ايام استاذة هند النبي، فكان هند النادي، فكان دايما القضية او الحلقة او المعلومة او الخبر، فكان بيتلم في فيلم صغير لمدة ساعة ولا حاجة وكان بيتم الردم عليه. لكن النهاردة ما عادش فيلم، النهاردة بقى مسلسل، بقى مسلسل بيتناول شوية شيكو وشوية هنا وشوية شيكو فص ملح وداب وشوية ابراهيم وقع مني والسيد القاري ومحمد قابلني، وفي الاخر طالعين النهاردة بتحاليل طبعا يعني تم اقتباسها من خلال محمد الهادي. يعني انا عاوز اي تكنولوجيا حضراتكم يعني تفكروا معايا، اي تكنولوجيا تقدر توضح او تسرد او تصور انا لو بعرض مثلا تحليل على البس عندي، ازاي ان انت هتاخده مني بصوره واضحه، صوره واضحه ازاي ان انت تاخدها مني على البس وانا بعرضها للناس من مكان بعيد عن الكاميرا، ازاي انت تقدر تاخدها مني؟ ولو قدرت ان انت تاخدها مني هل انت هتاخدها كاملة؟ طيب هل البيانات دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ طب ايه علاقة حكم محمد الهادي بالقضية؟ لكن اللي انا عايز اوضحه لحضراتكم، لان احنا بنتكلم باستفاضة وبنتكلم بتفسير كبير جدا في حلقات بساتنا وبندعو حضراتكم للحضور، ان حاليا هي الوشاية اللي شغالة او حروب
تكسير العظام اللي شغاله ضد محمد الهادي ومتابعيه، هم عاوزين هم محتاجين او عاوزين يوصلوا لاثبات الحكم على محمد الهادي علشان ده يفيدهم في قضيه انكار النسب. لكن المحكمه ما طلبتش، ولو المحكمه كانت طلبت كان محمد الهادي نفذ الوضع ده من زمن الزمن يا ساده. لكن التحليل باعتراف المستشار اكرم سلام ان زوجته الاخرى اللي هي ياسمين كانت حامل بالفعل في الشهر الرابع، لكن يعني بيكذب الكذبه وبيصدقها. انا مش هطول على حضراتكم كتير، لكن انا حبيت ان انا اوضح لحضراتكم الجلستين، جلسه المتهم الثاني او الطرف الثاني منعم يوم 27/7، وايه سبب تاجيلها واي سبب تاجيل جلسه انكار النسب لمحمد الهادي. فحبيت ان انا يعني اوضح لحضراتكم، علشان انا عارف ان في عدد كبير جدا من محبينا ما بيبقاش عندهم الوقت الكافي ان هم يسمعوا بسات بالساعات وبالثلاث اربع ساعات. فحبيت ان انا الخص القضيه، وان شاء الله يعني هكون متعود ومتواجد مع حضراتكم ان شاء الله بالتلخيص الموجز 7-8 دقائق على ما يدور حول قضيه محمد الهادي وتغريد. فلو حضرتك من متابع القضيه ومن مناصرين الحق في المقام الاول، لان احنا القضيه احنا بنناصر قضيه حق وليس قضيه شخص فقط يسمى محمد الهادي، فاحنا مناصرين محمد الهادي للنهايه، وربنا ينصر الحق في الاول وفي الاخر. وما ربك بظلام للعبيد، هنحكي لحضراتكم ونسرد لحضراتكم جميع التفاصيل في البثات اللي احنا متعودين ان احنا ننشرها في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. اتمنى لو حضرتك شاهدت معايا الحلقه للنهايه، يا ريت ما تنساش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس حتى بعد وقف ربح القناه، فيعني ما تبخلوش علينا باللايك، يعني كده خلاص ولا جنيه ما فيش ارباح. فبس ده اكبر دليل ان احنا بنثبت للناس ان احنا دايما مناصرين للقضيه، دايما لا نبتغي المال ولا نبتغي الشهره، وده اكبر دليل ان القناه عندنا الربح توقف عليها، واحنا ما زلنا بنقدم فيديوهات عن القضيه وبنقدم بسات على القضيه. دمتم بخير، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.